السلام عليكم يا تالت، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اليوم تكون مناح. اليوم راح ناخذ نكمل درسنا اللي هو قد القسمه على 3 و6 و9 و7. اخذنا سابقا هو 3 و6، وهلا راح ناخذ اللي هو 9 و7 ان شاء الله. هلا صفحه رقم 57 في عندنا تحت القسمه على 9، بحكي لك هون يا مس انه في عندك سؤال. طبعا هو القسمة على 9 يا مس هو نفس جدول 9، لكن طريقة هي ايش؟ جملة القسمة مش جملة الضرب. هلا بحكي لك هون 8 9 مجلات 72 دينار. 8 9 مجلات حقهم كم؟ 72 دينار. التسع مجلات كم سعرهم؟ 72 دينار. بحكي لك هون ما ثمن المجلة الواحدة؟ عشان نعرف المجلة الواحدة يا مثلا مجموعهم كلهم التسع مجلات هي هم 72 دينار. هلا نحكي هون بجملة القسمة هي 72 دينار تقسيم 9 مجلات يساوي عندنا كم؟ يساوي عندنا كم يا مس؟ يساوي عندنا اللي هو نفسها رح نحكي اللي هو شو الرقم اللي بنضربه بتسعة بيعطينا 72 دينار. شو الرقم يا مس؟ اللي هو الرقم 8. رقم 8 هو الرقم 8 اللي بيعطينا اسمه عندنا 8 ضرب 9 يساوي عندنا 72. رقم هون حيكون 8. طيب بدنا نتأكد على طريقة الإيد اللي احنا عملناها احنا عارفينها اللي هي شو؟ على طريقة اللي هي جدول 9 حكينا انه عادي هذا الإيد كلها كاملة عبارة عن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بس شو بنعمل هلا؟ احنا عندنا 8، شو بنعمل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. بنسكر الإصبع اللي هو الثامن. هلا كم عندنا هون بهاي الإيد اللي قبل اللي مسكرينها اللي قبل مسكرينها كلها عبارة عن 10، هاي اسمها عن 10، 10 20 30 40 50 60 70، وهاي عبارة عن آحاد. هذول اسمهم شلون؟ عبارة عن شو؟ عن آحاد، يعني 70 71 72، معناته احنا حلنا صح، معناته احنا حلنا صحيح. طيب بحكي لك هون فكر، ما العدد الذي إذا ضربته بتسعة كان حاصل الضرب 72؟ شو هو الرقم؟ رح يكون رقم 8، رح يكون الرقم 8. يعني عم فكر تحت عند آخر صفحة تحت هون، ما العدد الذي ضربته بتسعة بعطيك حاصل الضرب 72، وراح تحط الرقم 8. يعني صفحة رقم 58 فيكون ثمن المجلة الواحدة 8 دنانير. كم حق المجلة الواحدة؟ 8 دنانير. طيب ونتحقق من ذلك عن طريق شو؟ 8 ضرب 9 ويساوي عندنا 72 دينار. 72 دينار وهذه المربع عندكم هون يا مس، 72 دينار. طيب هلا القسمة على 7، القسمة على 7 يا مس هو عبارة عن جب شو؟ عن جدول 7 بدنا احنا نعملها عن جدول تقييم ايش؟ جملة القسمة. بحكي لك هون مصروف محمد 70 قرش، كم مصروفه؟ مصروفه هو 70 قرش. طيب هلا هذا في الاسبوع الواحد، يعني في الاسبوع كم يوم احنا عندنا؟ في الاسبوع راح يكون عندنا 7 ايام. بالاسبوع عندنا 7 ايام، 70 قرش هو يعني اهله بيعطوا 70 قرش هذا الاسبوع كامل. فبحكي له هو اراد ان يوزعه على ايام الايام الاسبوع بالتساوي، كم كل اسبوع رح ياخذ؟ يعني رح نحكي احنا 70 تقسيم 7 ويساوي عندنا كم؟ في اليوم الواحد رح ياخذ كم؟ هلا بحط الصفر تمام؟ 7 تقسيم 7 يساوي 1، يعني 10، يعني عندنا حيكون 10 قروش. لأن 10 ضرب 7 يساوي عندنا 70 قرش. ماشي يا مس؟ 70 قرش. يعني هون رح تحطوا عندكم 70 تقسيم 7 عندكم 10، وعليه أن يكون مصروف محمد كم؟ 10 قروش في اليوم الواحد. تحقق في ذلك 10 ضرب 7 يساوي عندنا 10. ما العدد الذي إذا ضربته ب 7 كان حاصل الضرب 70 اللي هو الرقم 10، اللي هو الرقم شو؟ 10، تحطوا عليه 10. طيب
طبعا هسه هون تحت سؤال حكينا اكمل في هلا نحط الاسئله عندنا هون نبلش نحل فيها ماشي. بس هو الدرس بسيط طالما انتم عرفتوا جدول الضرب رح يكون الدرس معكم كثير بسيط وكثير سهل وما بتستوعبوا فيه اي شيء. طيب هلا شو نعمل نحن هون؟ نحكي 14 تقسيم 7 يساوي عندنا مربع تحتيه حاطين لك 42 تقسيم 7 يساوي عندنا مربع وعندنا 28 تقسيم 7 يساوي عندنا مربع 63 تقسيم 7 يساوي عندنا مربع و21 تقسيم 7 يساوي عندنا مربع و35 تقسيم 7 يساوي عندنا برضه مربع. طيب هسا عندنا يا مس بدنا نحل. هسا عندنا أول إشي 14 تقسيم 7 يساوي عندنا كم؟ 14 تقسمها على 7 مجموعات، في كل مجموعة كم رح يكون عندنا؟ رح يكون عندنا 2، رح يكون عندنا 2. طيب 28 تقسيم 7 ويساوي عندنا كم؟ 28 تقسمها على 7 مجموعات رح يطلع عندك الجواب اللي هو الرقم 4، لأنه 4 ضرب 7 يساوي عندنا 28، 21 تقسيم 7 ويساوي عندنا كم؟ يساوي عندنا 3، لأنه 3 ضرب 7 يساوي عندنا 21، و42 تقسيم 7 يساوي عندنا كم؟ يساوي عندنا 6، لأنه 6 ضرب 7 يساوي عندنا 42، 6 ضرب 7 كم يساوي؟ 42. 63 تقسيم 7 يساوي عندنا كم؟ 63 تقسيم 7 يساوي عندنا 9، لأن 9 ضرب 7 يساوي عندنا 63. 35 وهو الأخير 7 تقسيم 7 يساوي عندنا كم؟ يساوي عندنا 5، لأنه 5 ضرب 7 يساوي عندنا 35. ماشي يا مس؟